السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد مع لمساتك مع رشا. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل فيديو جديد خالص، هي عبارة عن الكفر اللي هو بتاع الصالون من القماش اللي هو الجبلان. تمام، القماش عرض 140، هنستخدم 3 متر قماش بس. فقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ان شاء الله باذن الله، فضلا وليس امرا، باذن الله تعملوا اشتراك ولايك وشير ولايكات كتير بقى طبعا، واللي ما اشتركش عندي في القناه يبتدي يشترك معانا، ويلا بينا نبتدي على بركه الله. زي ما احنا شايفين اهو، انا عملت الوش على الوش. اول حاجه عملتها جبت بطرون للكنبه بتاعه الصالون اهو، عملته بالمشمع، اخدت الدورانات بتاعتي على قد الصالون بالظبط، وده القماش عندي هنا اهوت، طبقته على 2 اهو على قد الكنبة بتاعتي، عملته على 2 لان انا عندي المشمع برضو عاملاه او الباترون بتاعي على 2. هظبط بقى كده معايا زي ما احنا شايفين كده اهو، هسيب بس حوالي يجي سنتي او 2 سنتي علشان الاوفر او السرفلة معايا. تمام، هثبت بقى انا كده الباترون بتاعي معايا، اقرب لكم الكاميرا شويه، وهذا المقص اهو اللي هستخدمه. هبتدي بقى من هنا كده، هسيب حوالي سنتي همشي مع الدوران اللي انا اخداه بتاع الباترون بتاع الكنبة معايا. اهو هاخد الدوران بتاعي برضو كده كده، خلاص الباترون عندي مش محتاجاه في اي حاجه. ده صالون مكون من كنبه واربع كراسي، ده شكل الكنبه معايا اهو. هعمل ده اوفر، مفيهوش اي حاجه خالص، هعمله اوفر واركب عليه حرف جوبير او كلفة او اي حاجة. تمام، انا هعمله اوفر داير ما يدور، وبعد كده هعمل عليه كلفة او اي حاجة. عندي اهوت طبعا باقي القماش اهوت بالتعرجات بتاعته، طبعا انا مش هقول بقى ده فضل ان انا ارميه، لا انا هستخدم منه الايه الكراسي. ده بطرون الكرسي اهو زي ما انتم شايفين اهو، اخدته على بطرون، ده احسن حاجة بدل ما ايه انا خليت العميلة او الاستاذة اللي هي عايزة المفرش بتاعها تعمل لي باترون وتجيبه لي لحد عندي وانا ايه اقصه عندي في بيتي، بدل ما انا اخد القماش واروح اقعد ايه اقص ايه عندها. تمام، هعمل بقى الباترون اهوت، اعدل الكاميرا. طيب تمام كده اهو، هظبط معايا وهسيب زي ما احنا قلنا حوالي سنتي من كل اتجاه، وبالدبوس واثبته علشان ايه ما يتحركش مني، لان ده ايه خفيف شويه عن إيه الكنبه. كده اهوت ثابت معايا اهو بالنظام ده كده، هقص بقى ايه على طول. هسيب السنتي ده علشان زي ما احنا قلنا ايه الاوفر، هاجي من هنا بقى كده اهو، وبرده هسيب حوالي سنتي. انا هنا فرد القماش ما جوزتوش 2 علشان ايه ما يعملش معايا، لان انا مطلعاه من البواقي بتاع الكنبة. تمام، فهعمل اول حاجة وبعد كده اعمل الثلاث كراسي التانيين براحتي. راح
طبعا الاوفر معايا هتنضف كل الشراشيب اللي في حرف القماش ده. تمام كده، كده انا خلصت اهوت بالمنظر ده. هاخد بقى الدوران ده كمان بكده. خلص معايا ده شكل الكرسي، ده الظهر من ورا، ومن هنا ده شكل الايه القاعدة او الشلتة بتاعتي. هقص من ده كمان ده واحد، هما عندي اربع كراسي هقص منهم ثلاثة وهرجع لكم. انا خلصت كده اهوت من قص الاربع كراسي، ده واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة معايا اهو. تمام كده قصيتهم اهوت، دي الاربع كراسي هطبقهم كده، وطبعا هسرفلهم اوفر من هنا وهركب عليهم الجوبير، او عايزه اسيبهم كده هسيبهم عادي. وده الكنبه معانا زي ما احنا قلنا في الاول، هطبق كله مع بعض كده. همشي بقى ايه مع الدوران بالراحه كده خالص. خلصتها اوفر اهيت، تمام كلها اوفر معايا. هكمل بقى الباقي وهرجع لكم تاني. سرفلت انا كله اهوت، دي الكنبه الكبيره. تمام ده الكرسي من ورا، ده ظهر الايه الكنبه، دي بتاع الكنبه ماشي. ده انا عملتها علشان تيجي ما بين الايه الرجل من هنا كده، وده الجنب بتاع الكرسي، وده اليد الاولانيه. هشتغل انا بقى هركب هنا ايه بقى. طبعا انا نضفت هنا اوفر اهوت، اي فتر زياده اقصها. تمام هاجي من هنا بقى كده واركب جوبير زي كده. ده شكل الجوبير اللي انا هركبه اهوت. ده اللي هعمله على الحرف بتاع الكفر. اول حاجه طبعا اتني زي كده تانيتين عشان ما تنسلش مني. تمام كده هاجي بقى على الحرف من هنا، مش اي حاجه خالص. الجوبير ده بيجي بالمتر، همشي بقى ايه هلف داير ما يدور كده حوالين دي علشان هتنزل كده على الشلت. هشد كده القماش عشان ده ما يعملش معايا القماش، الجبلان هو اللي هشده قوي، واسيب الجوبير مرتاح عادي خالص. انا ماشيه واحده واحده اهوت. Thank you.
طبعا الكنبه من قدام فيها دورانات، انا ماشيه بالراحه خلاص اهوت مع الدورانات. كده الطقم كلف معايا مترين ونص قماش من الجبلان، والجبير بقى على حسب ما انا ايه هعرف عدد الامتار ايه. كل اللي انا هستخدمه في المفرش ده قماش جبلان او اي قماش اي مكان، تمام، على حسب ارتياح العميلة معايا زي ما هي عايزة قماش ايه وجبير. كل اللي انا هحتاجه بلف القماش ايه بالراحة معايا. هقص بالزيادة شوية، قصيت بالزيادة شوية علشان الرافية معايا. واتبت عليها عشان ما تفكش منه. ودي التانية اهي هدوس عليها. كده شكل الجبيرة اهوت على المفرش بتاعي اللي هو البياضة. هكمل بقى بقية الكراسي وهرجع لكم تاني. كده خلصت اهوت الكراسي، كمان كراسي الصالون ركبت لها الجبير. ده كده هو الشكل النهائي للطقم بياضة الصالون، اربع كراسي وكنبة كبيرة. فاض معانا مفرش عملناه مثلث بالشكل ده كده اهو، شكله جميل تحفة، هيدي منظر حلو. ده الشكل النهائي.